يا صباح الشروق لكل متابعينا وكل مشاهدينا. احنا مستمرين معاكم من خلال فقرات ومن خلال كذلك موضوعاتنا. وفي المره دي الفقره تشكيليه جميله مختلفه عندها طابع مختلف، والاهم من كده انه الفقره دي هي شاركت في الحراك الثوري ودعم الحراك الثوري. نعم، من خلال التوثيق للثوره السودانيه عن طريق الفن. و واحد من الضروب المهمه جدا، ضروب الفن المهمه جدا، الفن التشكيلي تحديدا والرسومات اللي استخدمتها ضيفتنا، استخدمت يراعه لتبهر كل من يتابع هذا الرسم ويتابع هذا الخلط والمزج للالوان وتمايل الخطوط وما الى ذلك. تهال حسين التوم الفنانه التشكيليه، اهلا بك. اهلا بك، سعيدين بك في صباح الشروق. اهلين، صباح الخير عليكم كمان. بعرف عليك اكثر، يعني هل انت درستي الفن ده ولا هو هوايه بالنسبه لك؟ وبرضه خلينا نتكلم عن تداعيات الالهام ذاته، يعني هل هو مربوط بزمان معين، مكان معين، فصل معين؟ لا لا، بس رغبه. يعني من زمان بحب الفنون، درست لكن هسه في سنه ثانيه دوب قسم التلوين. طبعا مع المشاكل دي وقفنا الجامعه وياهو، لكن فاضل لي زي سنتين كده وخلص. تخلصي؟ حاسه انه الهوايه والموهبه هي الافضل ولا لا؟ انت درست عشان ما تقنني الموضوع ده بالجانب الاكاديمي. ايوه، عشان ما يبقى هوايه بس ما اشتغل شغل ابستراك من غير ما اكون عارفه. لازم يكون في تداعيات. يبقى قلت لك تداعيات الاستلهام، يعني اللحظه بتاعت الجمال والحاجه التشكيليه دي محتاجه جو معين، مكان معين، ولا في اي ظرف الواحد ممكن يشتغل؟ يلا، دي الدراسة بتعلمك ان انت لازم في اي ظرف انت تقدر تشتغل كيف. لكن طبعا ما الحياة دي بيشيلها برضو الجو عنده تأثير طبعا. في انه مثلا يوفر لك راحة انه انت مثلا تشوف اكتر او تقدر تنقل الحياة بطريقة احلى للناس، يعني للمتلقي عموما. ايوه. 200 ابتهال حسين بترسم، 200 بتضع يدها على رسم وتخرج اشياء جميلة. من زمان ما شاء الله من بدري يعني. لكن يا هو اي ايام تبدا مثلا ترسم عين بتبكي، قلب صغير. اسم البدايات الخجوله. ايوه كده كنا صغار. لكن بتبكي الجريئه البدايات الخجوله، يعني حسيت انه فعلا انه في جراه وفي استخدام كويس للتول برضه بتستخدميها واختيار برضه. لما عرفت انه ممكن الحياه دي اعمل منها حياه كبيره، لما شفت الكليه شفت الناس اللي بتشتغل وكده. لكن في الاول كنت قايله ممكن يكون حاجه هوايه سايقه، لكن لما لقيت انه انا الحياه دي ممكن اطور منها واشتغل، فدي شجعتني اكثر. يا سلام. نحن الايام دي قبل شويه كنا بنتكلم عن الخريف بصوره، ده السيول والامطار والكوارث اللي ممكن تحل من خلال الفيضانات وكده، لكن الان الخريف في منظورك انت بيكون مختلف تماما باعتبار جمال الطبيعه عند الفنان التشكيلي والمناظر اللي بشوفها. ايوه كيف يعني الخريف ده بكون جو الرسم زي ما بقول. الالوان فيه بتكون حلوه. اي، وما بيكون فيه مثلا احنا عندنا صعب ان انت تطلع دريات كثيره لانه الجو في السودان الوان حاره. فالخريف بخلي ما في الوان حاره، يعني بتقدر تشتغل في شايبس. ايوه، نفس اللون ما بتطلع دريات كثيره، يا هل قدامك بس. فبيكون مساعد لكم في أيوة إظهار او ابراز الحاجات بصوره جميله. أيوة. التشكيليه، الرسومات التشكيليه. أيوة. اهم يعني سؤال انا بشوفه انه في توثيق للثوره السودانيه من خلال الفن التشكيلي لاحسان. أيوة. او ابتهال عفوا. خلينا برضو نتكلم عن مشاركاتك وتوثيقاتك، يعني وثقتي لشنو في الثوره؟ في قطعه اشتغلتها حلوه كده بالوان المويه، شايف عجبة الناس، اشتغلتها بتكنيك يعني باستراك اكثر من انه انا اشتغلها هنا. حاولت اظهر انه الفرح بتاع الناس اللي في الثورة في القيادة انه هم مبسوطين كيف وشكل الحياة. ايوه، اشتغلت واحدة قطر عبر لها من جوا معانا بالصورة مشجعة. ايوه، ممكن تعرفي الشاشة القطر تتذكري؟ انه الناس مبسوطه انه يعني الناس كلها مع بعض وكده. عارفه جت
اغلب الاساتذه بيقول لي حلوه التعليقات يعني صحباتك مثلا زملائك كده اي الاساتذه كلهم مشاهد. طيب معانا لوحه ثانيه برضه ممكن نتكلم عنها. دي تقريبا للناس اللي بيشحتوا في الشارع يعني. انه بيكون عندهم جمال لكن بس اغلب الناس ما بيشوفوا جمال خفي. هاي ودي ده شغل ابستراك بس ما فيها فكره معينه بس وجوه خطيتها واشتغلتها ما في فكره. بورتريه ايوه مرأة سودانيه. حتى في استاذ وصفوا لي قال لي المرأة العجوة لانه تحس بها عجوة كده. دي المرأة السودانية؟ ايوه التفاصيل السودانية. ايوه وجوه برضه بورتريهات انا بركز على اكثر لانه تعبير فيها بكون اقوى. ديل منو يعني انت كان فكرتك اليوم ديل منو؟ بنات ايوه سودانيات دي بالوان الزيت ودي الوان مويه افريكا؟ ايوه مكياج وتفاصيل. ده بورتريت فحم لشخصية عجبانية دي برضو ألوان موية. ألوان موية حلوة يعني في إنها مثلا بتوضح الصورة أي شفافة تشتغل معك بأي طريقة بأي تكنيك أنت نفسك فيه. اللفت نظري انه التعابير اللي بتحاولي تشوفي التعابير وملامح الانسان بصوره اكبر من خلال الرساله يعني قبل في انه ما بزور شافها غيرك يمكن ان هي اذا كانت بتطلب حاجه وتشحن في الشارع الناس ما منتبهه في التفاصيل الصغيره دي. شنو الرساله اللي بتيها العودة ترسلها من خلال هذا الفن خلال الرسومات للناس؟ برسل رسالة انه اي حاجة ممكن تبقى جميلة لو انت عينت لها بطريقة ثانية. نغير زاوية شوفنا للحياة ومنظورنا. تكون ايجابية. محتاجين انه نغير نظرتنا. ايوه ننظر لكل شيء بايجابية. ايوه بالضبط كده. معانا برضه لقطة. ايوه ده طفل افريقي برضه. اشتغلته في الموية. برضه الملامح الافريقية ملاحظ انها يعني موجودة بقوة في شغلي. ايوه لازم اعبر عن ثقافتي انا. اكيد. ده الطبول بتاعت هنا فارغه برضو. المواد اللي بتستخدميها في الفن التشكيليه متوفره ازعار برضو في متناول اليد، في زول بيدعمك فيها على الكليه ولا على الـ على يعني على الخاص دائما؟ لا لا الخاص. خاص. وما متوفر في السودان الا اجيبها من برا. هنا ما في. مواد كعبة شديد يعني ما بيساعد ذاته ان انت تشتغل شغل زي ده كان حيطلع كعب. تمام. برضو خلينا يعني نقول انه دي قدرات مختلفة لابتهال وانها قدرت توثق لحواء السودانية. اكيد. قدرت توثق للاطفال. قدرت توثق لشخصيات غير سودانية برضو افريكا. فانا بشوف عندها مستقبل كويس ما دام هي لسه في سنه ثانيه يعني. مستقبل كويس. خلينا نسال انا ما اتكلم عن المستقبل، انت كيف برضه بتشوفي المستقبل وشنو تخطيطك للجاي؟ والله حاجات كثيره. اولهم ان شاء الله بعد ما اخلص داير اعمل معهد. ممتاز. وداير يكون مركز لورش اجيب الناس من برا يجوا يدربوا ناس هنا يعني ما يبقى محصور على العلم برا بس. تتنشر هنا ويشوفوا الفنون دي هي سهله كيف وكده. انت اخذت شنو من الفنون اللي برا؟ حاجات كثيره. مثلا؟ اتعلم من الاستاذ بيساعدني. ايوه يعني حتى ممكن الاستاذ يكون متابع معك اول باول من غير ما يشوفك حتى ذاته بس يشوف شغلك. ممتاز. طيب احنا شفنا لوحات حلوه ما شاء الله يعني جميله ملفته، عندك بيها مشاركات في معارض داخل السودان وخارج السودان ولا لسه ما فكرت في المشروع ده؟ لا هي زي مشاركتين، واحده في مصر وواحده في الدوحه ورش عاديه بتاعت بورتريتا. وهنا في مشاركات كان مع ناس التنميه المستدامه، واحده في مركز راشد دياب كانت وواحدة في بتروناس. صدى المشاركات دي يعني انت شاركتي في معارض يمكن لاول مره، حسيتي بالتغيير حسيتي به وشنو؟ تعليق الناس كيف أيوة. برضه كان؟ عجبهم الشغل وحمسوني اكثر و
حاجات كتيرة، مواد الكلام، المتابعة. الفيضان اللي حاصل أو السيولة اللي حاصلة ممكن تكون ملهمة لك برضو للقطاب؟ هيك طبعا، لكن مصورين أنا ما طلع أصوره مع الناس الجرافيك بيطلعوا بصوروا وبيجيبوا صور، ما زينا نحن ما ينفعنا. لا لازم تشوفوا على الطبيعة المشاهد، لازم تشوفوا صور. لا لا ممكن على الطبيعة في وقت الحفظ طبعا. ايوه الذاكرة، ايوه لازم في كاميرا نغير الذاكرة شوية. دي الميزة بتاعت الخريف انه لازم تصور لقطات. ايوه تشتغل تستفيد اكتر حاجة من الزمن يعني. جميل. الاحسن انه الواحد يبدا الشغل يعني مثلا بالصباحية في الضوء الطبيعي ولا يشتغل بالليل يعني مع الهدوء كده؟ ممكن افضل طبعا من الصباح، لكن اي شغل انت بتشتغله بكون عندك له مقاسات معينه. الضوء زي الزمن، بتظبط الزمن على اساس انك انت حتشتغل القطعه في وقت معين. هي الحاجه دي انت بتكون محددها قبل ما تشتغل. فما بيفرق يعني. انا كنت بتخيل يا حسام انه الضوء الطبيعي ده دائما هو يعني بيسهل موضوع الفن التشكيلي، ما اعرف الاحساس يعني اكثر من الضوء الصناعي. خلينا نتناقش موضوع الضوء ده بعدين بعد درجه حراره زمننا خلاص. استهال احنا شاكرينك جدا سعيد بك في صباح الشروق. ان شاء الله نشوفك المره الجايه بكثير جدا من الابداع وشغل جديد ومشاركات زي ما الناس الشباب متابعين من المشاركات من الابداعات المختلفه. شكرا جزيلا. شكرا. عفوا.